ماذا لو تناول أحد الأشخاص حبة الغلة القاتلة؟ النجاة منها في خطوات. انتشرت خلال الفترة الأخيرة بين الشباب حالات انتحار، وكان البطل الحقيقي في كل هذه الحالات هو تناول حبوب الغلة القاتلة. وقبل أن نتناول الخطوات التي يجب اتباعها عند تناول أحد الشباب قرص الغلة القاتلة، ماذا يفعل الأهل؟ علينا أن نفهم أولاً بماذا تستعمل هذه الحبة القاتلة، وكم عدد الحالات التي انتحرت بهذه الحبة القاتلة؟ يستخدم المزارعون هذه الأقراص لتخزين القمح والحبوب عامة عقب موسم الحصاد لمواجهة الحشرات والآفات الضارة وحماية المحصول من التسوس. لا توجد إحصائيات محددة لعدد الذين تناولوا الحبة القاتلة، ولكنها بشكل عام بدأت تشكل هاجساً قوياً لدى الحكومة المصرية، وبدأت تحركات فعلية من قبل البرلمان المصري لمواجهة هذه الحبة القاتلة من خلال تشريعات جديدة. أعراض تناول الحبة القاتلة: ضيق في الصدر وانخفاض ضغط الدم الشديد والدوخة والإرهاق والصداع وضيق في الصدر والغثيان والقيء والإسهال والرعاش وضعف العضلات وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب. ماذا لو تناول أحد الأفراد حبة الغلة القاتلة؟ ماذا يفعل الأهل؟ نقل المصاب فوراً من الجو المشبع بالغاز إلى هواء نقي وخلع ملابسه. إجراء تنفس صناعي إذا صعب التنفس. غسل جلد المصاب بالماء الدافئ. تغطية المصاب بأغطية نظيفة لمنع فقدان الحرارة والسوائل. عدم شرب الماء لأنه يساعد على انتشار السم في الجسم. شرب زيت بارافين أو زيت جوز الهند من 2 إلى 5 زجاجات نحو 50 ملي للزجاجة الواحدة لتقليل تصاعد الغاز وحماية المعدة لحين التوجه لأقرب وحدة طوارئ أو مركز سموم، حيث تحيط هذه الزيوت بالأقراص وتثبط أو تمنع تحرر غاز الفوسفين السام بالحفاظ على الرابطة بين الألومنيوم والفوسفيد فيقلل من مضاعفات تلك الحبوب. تناول الفحم النشط دون خلطه مع ماء أو لبن لامتصاص الفوسفين المتحرر بالجسم. وقانا الله جميعا من شر الحبة القاتلة، وحفظ الله أولادكم من كل شر. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.